اي دعوني يا مع جديعي جديعي يا جديعي. هو نونوس نونوس وبدري تبارك الله جداج مع راسه. اخويا رحنا على الموعد مع المشاهدين، قلنا لهم ذاك النهار احنا غنتبعوا معكم، ونهار اللي يطيب جدع راه غنوريه لكم. وتحيه للمشاهدين، وتحيه للاحباب، وتحيه للمرضيين الوالدين، وتحيه للناس الناس الكبار اللي بحالي انا وكبار مني وكيحبوا عمي ادريس في اي بلاصه. راه كنعرف هذاك الشيء، راه اللي لقاوني كيقول لي احنا كنتفرجوا فيك اسمع، كيقول لي واحد راجل كنتفرجوا فيك اسمع. والله يتم بخير على خير، وعطينا صحيحتنا وين جينا الله من ولاد حرام، والامور تكون مزيانه، وعاش الملك. الله يدير الخير. بدريس اليوم غنتفرجوا شويه في جدع، وقلتي لي كاينه المفاجاه مع العوده. غادي ان شاء الله نديروا المفاجاه مع العوده، وغادي توري الجمهور جدع كيفاش ولا جمهور جدع مغيز. انا ما درت لكم الفيديو تاع جدع تغيز تبارك الله. طلبوا من الله تعالى يصلحوا ويصلح خير الجميع. امين. اللي عنده شي عاود الله يصلحوا لي، واللي عنده شي وليد زوين الله يخليه لي ويقرا ويحادي الفقراء، واللي عنده شي بنيه تا هي زوينه الله يصلحها ويعطيها الله سعد لها فاطمه الزهراء بنت رسول الله. كاع اللي الوليدات عنده فيهم الخير الله يجعل مولانا يعطيهم خير في خير، واللي عنده شي وليدات معكسين وكذا ما هادشي كيرموش عنده، طلبوا من الله تعالى يفاجي عليك كما تفاجات على المسلمين كفى اجمعين. امين ابو ولدي. دابا داير فيديو لجدع ان شاء الله كيفاش ولا وكيفاش كان، وهادي حرفتنا وكنطوعوا. كاينين الدراري، تحيه للجنود الخفاء، تحيه للجنود الخفاء اللي هما كيسهروا على هادشي ديال ترابي. وراه عندنا واحد العوج خور تا هو، غادي نوريو لهم كيفاش، وغادي يولي ان شاء الله تا هو كيفاش. وحنا كنديروا هادشي باش المشاهدين ديالنا يعيشوا معنا الاجواء اللي عندنا حنا، ما نغدروهمش شي حاجه غير كاينه غندرقوا على المشاهدين. والله حتى كيعجبوني نوري المشاهدين انا بهاد المشاكل. ايه والله والله يدير الخير. بدريس داكشي مغيز تبارك الله. وخاصني نقول للمشاهدين الناس اللي عندهم الخيول وعندهم جدوع عرب، هذا من واحد كان عنده العود وباعوه هكاك ما بغاش يقود ليه وباعو. قول لي كيفاش كيفاش ابو بدريس؟ كاين دابا العود، كاينين دابا الناس اللي هما عندهم الخيل كيخاصهم يداوم ليه الركوب، ملي يبدا يخدم فيه يداوم ليه الركوب، ماشي يركب عليه شهر ويبركوا عاوتاني وينوضوا شهرين ولا ثلاث شهور يقول لك راه ضعاف غتهلا فيه عاود. لا، قد ما تكرفص مزيان عليه المحين. وما دام الناس الرجاله دابا والدينا وراكم عارفين دازوا عليهم المحين ودازوا عليهم تماره، ولكن في الاخر الحمد لله الله خلصهم وداروا بخير وعلى خير. ما دام الدراري دابا ها هما كاينين دابا حاليا كنعرف كاين دابا لي جودان، كاين دابا لي شي حاجه كراد واعره، كان يمشي مع والديه وكان يمشي معاه ويضرب معاهم تماره، كان بحوات او بناي او بياع وشراي او كذا، كيمشي معاه للسوق ينوض السرويه وفرحان باش يمشي يضرب تماره مع والديه. وداز بنادم راه شحال من واحد، ماشي راه واحد العدد ديال الناس دايزه عليها الدكاكه. قول لي شنو هي الدكاكه؟ شنو هي الدكاكه؟ ضربوا تماره ومشاو في القرايه قراو وطلعوا في المناصب عليا، ولكن كيقول لك وات انا كيكون واحد المنصب عالي، كيقول لك وات انا راه كنت مع با كنبيع ونشري في الخيل ونعرف فلان ونعرف هذاك الشيء راه دوزناه. راه دابا الراجل اللي ما يدوش العذاب ويدوز الثماره وكذا وكذا ما عنده حتى حاجه، ماشي عامل الحماره للطياره، لا، خص بنادم يدوز على العالم عين ويدوز اي حرفه مع والديه، دوز حرفه ديال باك، حيت باش تعرف باك كيفاش عايشوك ومنين جاب الفلوس ومنين عشتي.
باش بنادم يعرف ماشي ربك. راه ضربوا علينا تمارا والدينا الله يرحمهم، راه ضربوا العذاب، راه كان العذاب وكان الحمد لله، راه كان بنادم راه كياكل اللحم مره واحده في السيمانه. ها المعلم راه كان مره واحده ولا ما كايناش كاع بنادم ياكل اللحم في السيمانه. بنادم راه دوز، راه كانت فلوس قليله وكانت الخدمه قليله، كانوا بكري عنصارى واليهود هنا كيخدموا معاهم المسلمين، خدام مع عاد اليهودي مول اللي في المعارف، عاد اليهودي اللي في اللي في اللي في الغرب، عاد عاد نصراني، عاد فلان. دازوا الناس ما تمحنوا تمحنوا مع 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 الوقت. ونطلب من الله تعالى الله يرحم الجميع، الله يرحم والدينا ويجعل فينا احنا البركه ويجعلها لوليداتنا، والله يدير الخير. ها اللي بغى يخدم جدع ديالو دم يحكوا في الركوب، ديما الركوب ديما الركوب ديما، والله غيكون مزيان، الله يدير الخير. يكون هذا اخر محرك ان شاء الله باش نخرجوا نشوفوا، باش نمشيو نشوفوا العوده. وبارك عليكم اسيدي. تبارك الله، مسكينه تقلات خوت، هذه العوده اللي ضاره من ولد ميسي، هي هذه تبارك الله عوده في المستوى، الله يبارك. تقلات ابو دريس مسكين، الله يفكو حيلها على خير، امين، والله يفكو حيل كل وحده هي حامله، كطلب الله تعالى، نطلب الله تعالى يفك وحيل الجميع، امين. هذه خويا ان شاء الله ابو دريس كيقول لكم راه ان شاء الله غادا تولد جدع ان شاء الله، وعرفتي اش غادي نسميه؟ اش بغيتي انا نسميه؟ كنتي قلتي لي انا نسميه غيت، باش الله يغيطنا بشي شبعه ديال الماء. مشات عليها الجمهور، دعوا معايا حتى انا تفك لي العوده بخير وعلى خير. ولا ولدت جدع نسميوها غيتا، هو غادا تولد جدع ان شاء الله. غيت غيت ان شاء الله، ما كاينش نزاع، ومن هنا غادي يعرفوني الجمهور واش انا حريفي ولا ماشي حريفي. ايوا على ما تولد غيت ان شاء الله، ونطلبوا من الله تعالى يفك على خير ويكون على الخير ان شاء الله. والله هو اللي كيعلم ما في الارحام، احنا عاده نجمعوا مع بعضياتنا ونطلبوا الله تعالى يفكها على خير ان شاء الله. امين. كيجدع كيجدع، ان شاء الله بغينا عاد تفك بخير وعلى خير. هذا الشيء ليك. وراه قريبا ان شاء الله. الله ما بقى لها والو ان شاء الله ابو دري. ولكن اسي اشرف ان شاء الله دور بها شويه، دور بها شويه، عرفتي علاش خاصها الدور اسي اشرف؟ باش تسال عليها الاولاد. اه تسال عليها الاولاد وتولد دغيا ان شاء الله. خو دريس راه مقاتل مع الكسيبه وهو مخرج. مقاتلين اخويا اشرف، راه حنا مقاتلين وشغل غلا، سمعتيني؟ اه. او ابو دريس مليحتو الالاء، مليحتو الماما، مليحتو الماء والضو، هنا الهيد المازوط، المازوط راه كل عرفتي كل سيمانه الجمهور راه كنخسرو 70000 في السيمانه، هادشي هادي ديال المازوط، ما بين الخميسات والكفاف. سمعتيني راه شي 72000 ريال هذه عاديه بالصيوه، نطلبوا الله تعالى يدير شي تاويل ديال الخير. امين. طلق لي على بغات تمرغ، طلق لي على بغات تمرغ. لا تقلت ابو دريس، ما تبغيش تمرغ ده. لا لا تمرغ، خاص عاد تمشي وتجي، حنا كنخرجها كل عشيه بالنسبه لخوت الناس اللي كيقول لك باراج راه حيت هي ضاره، بغينا نخليوها ترونكيل حتى تولد ونباريوها على خاطرنا. هذا ما كان، الله يدير الخير. سير سير دور، سير دور بها، دور بها، خلات لونجا، دور بها، خلات لونجا، خلات لونجا. زيد تقلات مسكين، ارخم لي القنبه وخلات دور. ايوب صافي اخويا ايوب، بارك الله، راه تقلات مسكين. سبحان الله العظيم، شوف دابا هذاك جدع، سبحان الله العظيم، شوف في كاين وسط من كرشه، وسط المصارن، وسط الدم، وسط وكيفاش كيتنفس وكيفاش كيخرج، شوف كاين حنا كيطرى لينا بحال كوك. الله يخرجنا من دار العيب لعيب، امين. الله يرحم والدينا، امين. الله يدير فينا الخير، امين. الله يزرع فينا الخير مع بعضياتنا، امين. وراه كاك بنادم دابا ملي كي شاد جدع دابا هو في ملي كاين تما في الظلام، وكاك حنا ملي كيكون عندنا الجفاف راه كنكونوا داخلين بحال الدخله اللي دوامه. سبحان الله العظيم، وإلا كاين الشتا وكاين الماء كتخرج مفاجئ، كتخرج كتلقى الربيع شويه كيولي نوار، شويه كتسرح ويناتك ديال حياتي هذه، الله يدير فينا الخير. سير اخويا ايوب، سير على مولانا، الله يفاجئ. زيد
كي داير جدع ابو ادريس؟ ولا راه بخير وعلى خير. ها هو ها هو ها هو مويتو الله عمر هذا درويشه. اه حنينه في بنادم ابو ادريس. ها هو العزي ها هو نونوس نونوس تبارك الله. اه مع اللي فيها انا راه الا كان جيب لي كلاص من القفاف. اي دعوا لي يا مع جديعي جديعي يا جديعي. دابا انت ابو ادريس حماري يا حماري جديعي يا جديعي جديعي يا جديعي عزيز عليا هو امو. ها انت السي اشرف تبارك الله راه جمع راسه شوكي خايفه عليه شوكي طاكية علينا سبحان الله. هادي يا ودي الله يسمح لنا من الامهات والاباء. الله يسمح لنا من حق الوالدين. هذاك الشيء طاكية شوف امومه سبحانك يا جيل. يا والله يدير الخير امين ابو ادريس. اه العشيه تعشات ودعوا الخير كتقلب عند متبات. الله يفرح الجميع ويقضي غرات الجميع واللي حامل الله يفكو حيله والله يفرح الكبير والصغير ونطلبوا من الله تعالى يخرجنا من دار العيب العين. اش بريري دا ابو ادريس ويجعل المشاهدين ديال القناه ديالنا يكونوا في بالعارفين بالله. المشاهدين ديالنا يكونوا بالعارفين بالله واللي كيحبونا الله يربحهم حتى اللي ما كيحبوناش الله يربحهم. الله يدير الخير الله يقضي غراضهم. شي هذوك اللي ما تيحبوناش كيطلب لكم عمي ادريس التيسير بلا تعسير وطلبوا مول التيسير يعاونكم. الله يسهل على الجميع الخوت. الله يسهل عليك. تحيه خويا رضوان من هذا المنبر. الله يحفظك تحيه. الله يسهل. وسي احمد مولاي احمد ابو ادريس عنده مليح اخويا. الله يسهل الله يصلح الجميع. ابو ادريس كيتضارب كيتقاتل. اي والله يدير الخير الخوت. بقى لنا واحد البريريت ديالاتين شربوا مع ابو ادريس والله يفاجئ على الجميع يا رب والله يدير الخير. بودريس فيقناك خويا. اي جاني الناس اخويا بغيت الناس. ايوا سيدي اسمح لينا راه عيطوا لينا الدراري. اي دابا عيطوا لينا الدراري راه دابا راه الوحده. ياك والو باس. قال لك اسيدي العوده راه قطعت الماكله وقطعت الشراب. هاد العشيه. هاد العشيه ملي مشينا حطوا لها العلف قال لك راه ما قربتش لي بغاو يوردوها. ها كتصف. صافي تنفخت مسكينه بغات تولد. مصدعه دابا هي مصدعه. وقول لهم ما يخافوا عليها. ها الوجع ديال الاولاد. ها غادا تولد ان شاء الله. طلبوا الله تعالى لا يمحنا ولا يمحن شي واحد. بدريس كاع العودات بحال هكا كيقطعوا الماكله ولا كاين اللي كتكون ما كتسوقش ولا واش الوجع زعما كاينه بحال بحال ولا؟ واه دابا العودات والعيالات بحال بحال كاينه اللي تجي الولادة ساهله تولد راسها كاع وكاينه اللي خاصها الطبيب كاينه اللي خاصها القابله. طلبوا الله تعالى لا يمحن شي واحد. قاتلك الناس ابو ادريس. اه في الناس اخويا. حتى هذاك الدرك ديال السواق ابو ادريس السوق من هنا السوق من هنا تاير صعيبه شويه. اي والله يدير خير. هذه هي الحياه هي هذه الدنيا شي غادي وشي جاي والدنيا والصداعات وكل واحد كيغوت على رزقه ونطلبوا الله تعالى يفاجئها وتا واحد ما تا واحد ما عارف رزقه في كاين. هذاك الشيء اللي كاين ابو ادريس. ياك وكان عارف رزقه في كاين يبقى ناعس غدا تتفوت الدار ويمشي ليه شي بوي. ولكن بلاد راه كيدير تاكل وفي الله وينوض وتا الله سبحانه وتعالى كيقول لك فاعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنين. طلبوا الله تعب والتيسير. الله يسهل عليك ابو ادريس والله يعطينا شي عام زين والله يعاونك على الكسيبه راك محن. العام اخويا الله يدير خير. العام اخويا زهاق يبان ليا. اي والله يدير الخير والله يدير الخير وصافي. سير ابو ادريس ما نخليك سهران. صباح الخير يا خويا. اصبح لي دا الله يجازيك الله يدير الخير. صباح الخير.